قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. God has 99 names, whoever counts them will enter paradise. Staying close to God remains the effective guide of our souls. When we are in difficulty, we always turn to God for assistance to find solace in remembering Him. يبقى التقرب من الله المرشد الفعال لأرواحنا. عندما نواجه صعوبة، نلجأ دائما إلى الله لمساعدتنا في العثور على الراحة والمواساة في ذكره. الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور